مساء سعيد وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث الغربة. حديثنا الليلة غادي يدور حول الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها هولندا لمدة 3 أيام نظرا لجائحة كورونا، أي سيكون التصويت يوم 15، 16 و17. والناس اللي العمر ديالهم فوق 70 سنة فهم صوتوا عن طريق البريد منذ الأسبوع الماضي باش الحفاظ على الصحة ديالهم، باش ما يكونش ازدحام في مكاتب التصويت خلال هاد المدة المقررة ديال التصويت. غادي نقول للمغاربة أو الهولنديين من أصل مغربي اللي عندهم الجنسية الهولندية واللي عندهم الحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية الهولندية، ما تعجزوش وسيروا استعملوا الحق الدستوري ديالكم بالتصويت على الأحزاب الديمقراطية التي تدافع عن مطالب الأقليات، لأن بالجلوس ديالكم في الديور ديالكم تتعطيو الفرصة عندك الأحزاب اليمينية اللي ظهرت مؤخرا الصعيد ديال هولندا. وكما تعرفوا الحزب ديال فيلدرس اللي هو الثاني في هولندا، وكاين الآن الحزب ديال الآخر ديال الفورم تهوايا في تصاعد، وكاين حزب آخر ديال EA21. استعمل صوتك، لأن باستعمال الصوت ديالك ستساهم في قطع الطريق على هاد الأحزاب اليمينية العنصرية المتطرفة التي تحاربوا الأقليات والتي تحاربوا الإسلام. ما استطعتيش تصوت، تمشي لمكتب التصويت، فاعطي الوكالة لولدك ولا لمراتك ولا أي قريب ولا صديق ديالك اللي يمكن ليه يمشي يصوت في المكان ديالك. على كل حال، نحن في هولندا نتمتع بالمواطنة الكاملة ديالنا، ونستعمل هذه المواطنة وحقنا الدستوري كذلك في الانتخابات البرلمانية. أما في الانتخابات البلدية فأي أجنبي عنده أكثر من 5 سنوات في هولندا فإنه يمكن له يشارك ويترشح. وكما تتعرفوا فهولندا هي من الدول الأوروبية الأولى في سنة 1986 أعطت الحق للأجانب باش يشاركوا ويترشحوا في الانتخابات البلدية. احنا من 2005 و 2011 ودات واحد المجموعة ديال المحطات الانتخابية في المغرب وما بغاوش يعطيو الحق ديال المشاركة في الانتخابات ترشيحا لا محليا او جهويا ولا حتى برلمانيا، وبرلمانيا من دول الإقامة. واخر من سيصوت من دول خارج الدول ديالو الهولنديين اللي متواجدين في دول اخرى غادي يصوتوا، وبداو العمليه ديال التصويت في السفارات ديالهم والقنصليات ديالهم في هاد الدول. اسرائيل هاد السنه اول مره غادي يشاركوا الاسرائيليين اللي في المغرب في التصويت في الانتخابات البرلمانيه الاسرائيليه، الا حد مغاربه العالم فالدولة تتعسف عليهم أحياء وأموات، فلا حق في المشاركة التمثيلية، وتتجي الأحزاب وتتمثل ديك الدور ديال أنهم يدافعون عن مغاربة العالم، ولكن في الحقيقة يستحمرون مغاربة العالم. التعسف الآخر
وهو أنه الإغلاق ديال المطارات أو إلغاء الرحلات من المغرب لمجموعة ديال الدول. وهذا الإلغاء من اللي تضر منهم؟ مغاربة العالم أحياء وأمواتا، لأن ثلاجة ديال المطارات الآن عامرين بالأموات ديال مغاربة العالم، والمسؤولين في الرباط ما مسوقينش لهاد مغاربة العالم. إذن أخي المواطن، أختي المواطنة في هولندا، سير صوت، وبالتصويت ديالك وبالمشاركة ديالك غادي تقطع الطريق على هذيك الأحزاب اليمينية العنصرية، وما غاديش تخليهم أنهم يحصدوا المزيد من المقاعد في البرلمان الهولندي. وشكراً.